منتصف الليل بتوقيت العاصمة طرابلس. والبداية بالعناوين: مفتي الديار الليبية الشيخ الصادق الغيراني يؤكد جواز إخراج قيمة الزكاة الفطر بالنقود. قتلى وجرحى لميليشيات يعرف بالكرامة في اشتباكات بمحور وصل البلاد ببنغازي. الحكومة الجزائرية تتعهد بمواصلة العمل الدبلوماسي في ليبيا وتؤكد على رفضها للتدخل العسكري. أهلا بكم. قال مفتي الديار الليبية فضيلة الشيخ الدكتور الصادق الغرياني إن إخراج قيمة الزكاة الفطر بالنقود جائز على الصحيح إذا كان هناك مصلحة للفقير. هو جائز على الصحيح، واختاره كثير من المحققين والمدققين ومن أهل العلم إذا احتاج الناس إليه وكان فيه مصلحة للفقير. ولا شك أن الآن هناك مصلحة حقيقية للفقير أن تخرج القيمة بالنقود، بل إن إخراج الأرز الذي لا يختلف عليه الآن بين العلماء وبين حتى بين الذين يجادلون في إخراج القيمة النقود أنهم يتفقون على أن الأرز يكفي. والأرز لم يأتي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يخرجون الأرز في المدينة، فهو من باب إخراج القيمة، يعني الأصناف الخمسة فقط هي التي كان يخرج منها الزكاة في المدينة المنورة عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإخراج الأرز وغيره من الحبوب هو في الحقيقة من إخراج القيمة، وذلك إذا قلنا إن القيمة لا تجزي معناها حتى الأرز لا يجزي، وهذا غير صحيح، وكاد العلماء يتفقون على أن هذه الحبوب كلها تجزي لأنها في معنى ما ورد به النص في حديث أبي سعيد الخدري. بل إن الشيخ ابن تيمية يعني يرجح هذا القول بعد أن يذكر الخلاف في مذهب أحمد على أنه فيه نزاع هل يجوز إخراج القيم من النقود مطلقا أو لا يجوز مطلقا، أو يجوز إذا دعت الحاجة واقتضت ذلك مصلحة للفقير. ثم قال: وأعدل الأقوال هو هذا القول الثالث، أن إذا كان هناك مصلحة فإنها تجزي. ومن المصلحة يمثل هو نفسه المصلحة كان يطلبها الفقير ويراها أنها أنفع له. مفتي الديار الليبية أضاف أن الدار والإفتاء حددت قيمة زكاة الفطر بقيمة 6 دنانير، وعلى الناس أن يأخذوا بتقدير واحد. ينبغي أن يأخذوا بتقدير واحد، لأن زكاة الفطر مقدارها واحد، هي صاع، هي 4 أمداد. ونحن نعلم الآن أن هذه الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر يسوقها واحد، واللجنة التي قدرت هذه القيمة هي أخذتها من متوسط الأصناف. قد يكون بعض الأصناف يعني تقل عن 6، وبعض ربما حتى تزيد عن 6، فأخذت هي المتوسط، متوسط 4 أمداد، هو يكون قيمة 6 دينارات، يعني متوسط من الأرز، لأن الأرز له ثمن والقمح له ثمن والتمر له، لو أردت أن تأخذها من التمر فقد تكون أكثر من هذا، والتمر هو من الأصناف التي تخرج منها الزكاة، لو أردت أن تأخذها من البر قد يكون أقل من 6 دينارات، لو أردت أن تأخذها من الأرز قد تكون هي 6 دينارات تماما. فما ينبغيش أن الإنسان ينتقي يعني الأردى والأقل والأرخص ويأخذ منه، وقد هو لا يأكله في شهر رمضان كثيرا. مثلا يعني إذا أردت أن تأخذ كما قلت من التمر فإنك ستدفع 10 دينارات أو أكثر حتى تصل القيمة، وذلك اللجنة كانت عادلة ومنصفة وأخذت المتوسط وهو مقدار 6 دينارات. فينبغي لا يلبس على الناس ويبقى يختلف الناس حتى في زكاتهم وفي صدقاتهم، لأن نحن ألفنا الاختلاف، أن كل ما يصدر شيء من الناس لابد أن يختلفوا عليه، فينبغي أن يتفقوا جميعا على 6 دينارات، وإذا كان هو لا يرى أن 6 دينارات يعني مناسب بالنسبة إليه عليه أن يخرجها من البر، عليه أن يخرجها حبا، إذا خرجها حبا فإنها تكفي لا شك في ذلك.
وفي موضوع آخر، طلب أحد المتصلين في برنامج الإسلام والحياة من الشيخ الصادق الغرياني أن يصفح عنه بعد كان يشتمه، فطلبه فضيلة المفتي أن يكفر عن ذلك بالمساهمة في إصلاح حال المسلمين. أهلا بك. نريد جواب، يعني نريد الشيخ صادق يكلمني شخصيا. السلام عليكم شيخنا. تفضل يسمع فيك. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا ابني. الله يحييك يا شيخنا. أنا يا شيخ في يوم ما يا شيخ كنت أغتابك كثيرا، والله يا شيخ كنت أقول فيك كلام لا تقبله، لأنني كنت من هؤلاء القوم. يا شيخ أطلب منك أن تسامحني، لأني علمت أن لحم العلماء مسموم يا شيخ، سامحني أمام الناس. الله المستعان. من جهة حقي أنا شخصيا سامحتك وعفى الله عني وعنك، ولكن عليك أن تكثر من إصلاح الحال التي كنت يعني تعنيها بهذا السب، وهو أن تصلح حال المسلمين، لأن هذا الكلام هو لا يؤثر علي شخصيا، أنا ربما ينفعني الله به ويكثر من حسناتي، وعفوت عنك فيما أسأت إلي، ولكن أنت أسأت إلى وطنك وأسأت إلى المسلمين، وربما كثير من الناس قد ضلوا بسبب كلامك، فعليك أن تكفر عن ذلك بكثرة إصلاح أمرك والدعوة إلى الخير وإلى جمع الكلمة وإلى الحق وإلى نصرة المظلومين ورفع الظلم عن الناس، وبارك الله فيك وعفى عنك. من جهتها، أهابت دار الإفتاء الليبية المواطنين في ليبيا أن يتحروا رؤية هلال شهر شوال لهذا العام، وأوضحت دار الإفتاء أن الرؤية تكون عند غروب شمس يوم السبت القادم 29 رمضان 1438 هجريا، وأن يدلوا بشهادتهم عند إحدى المحاكم الجزئية كلا في منطقته. كما دعت دار الإفتاء المحاكم أن تفتح أبوابها في تلك الليلة لتلقي الشهادات وقبولها إذا توفرت فيها الشروط الشرعية للشهادة. انفجر لغم أرضي في مجموعة من عناصر ميليشيات ما يسمى عملية الكرامة بإحدى محاور منطقة وسط البلاد في بنغازي، أدى إلى سقوط شرحى في صفوفهم حسب الأخبار الأولية. مصادر من شورى المدينة أفادت باستمرار القصف العشوائي من قبل مدفعية ميليشيات الكرامة موجه بالليزر على ذات المنطقة. أكد مصدر مطلع من داخل بنغازي أن الطيران الأجنبي شن 6 غارات جوية على مناطق وسط البلاد حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الأربعاء. المصدر قال إن القصف تركز على منطقتي الصابر وسوق الحوت، مخالفا دمارا كبيرا في المباني، مؤكدا أن قوات مجلس الشورى لازالت تحافظ على تمركزاتها. يشار إلى أن الطيران الأجنبي والمدفعية الثقيلة المساندة لحفتر تنفذ قصفا مستمرا على وسط البلاد منذ فترة طويلة. قتل عنصر وأصيب 3 آخرون من ميليشيات مجرم الحرب حفتر في انفجار لغم أرضي بمحور وسط البلاد بحسب مصادر طبية بالمدينة. المصادر أوضحت أن القتيل والجرحى منتسبي كتيبة 240، مشيرة إلى أن من بين الإصابات حالة حرجة. كما أكدت المصادر أن أكثر من 50 جريحا من ميليشيات ما يعرف بالكرامة يتلقون العلاج بمركز بنغازي الطبي منذ بدء العملية العسكرية بمناطق شمال المدينة، بينهم حالات بتر أطراف. قال مسؤول الملف الأمني بمدينة درنة العميد يحيى الأسطى عمر إن الأوضاع الأمنية بالمدينة تشهد استقرارا أمنيا تاما منذ عدة أيام. عمر وفي تصريح صحفي له أوضح أن الاستقرار الأمني جاء بعد تشكيل دوريات مشتركة بين كل من قوات مجلس شورى مجاهدي درنة ومديرية الأمن بالمدينة وانتشارهما في العديد من شوارع المدينة. اختطفت ميليشيات تابعة لمجرم الحرب حفتر المواطن حمزة القطعاني وهو من أبناء درنة، وذلك حسب مصدر من المدينة. المصدر أوضح أن المختطف حمزة القطعاني غادر درنة وألقي القبض عليه في بوابة كرسة دون ما تقديم أي اتهامات وجهت له. وكانت ميليشيا تابعة لما يسمى بعملية الكرامة هجرت سكان المناطق محيط درنة
ذوي الأصول الدرنوية في وقت سابق. أكد رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون على مواصلة بلاده لجهودها الدبلوماسية لحل الأزمة الليبية بما يخدم استتباب الاستقرار في المنطقة. تبون خلال عرض برنامج حكومته الذي يمتد إلى العام 2019 أمام المجلس الشعبي الوطني لنيل الثقة أضاف أنه بالنسبة للسياسة الخارجية فأن الحكومة متمسكة بمبادئ عدم التدخل في شؤون الدول ومواصلة العمل الدبلوماسي لحل أزمات دول الجوار سواء في ليبيا ومالي والتعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب. وتدافع الجزائر منذ مدة عن مقاربة سياسية خاصة للحل في ليبيا، كما احتضنت عدة جولات حاسمة في مسار الحوار بين مختلف الأطراف. أكد رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني أن إيطاليا تحملت مسؤولياتها كدولة في مجال العلاقات مع ليبيا عبر فتح سفاراتها وإقامة اتفاقيات مع الرئاسي المقترح والذي وصفه بالحكومة الهشة. جنتيلوني وفي تصريح صحفي له دعا أوروبا لبذل المزيد من الجهود بملف تحسين العلاقات مع ليبيا داعيا إلى إيجاد سياسة مشتركة تجاه أفريقيا. هذا وتحدث جنتيلوني عن أزمة تدفق قوارب الهجرة نحو الجنوب الإيطالي قائلا أن المحادثات مع القبائل بالجنوب إضافة للعمل على تعزيز قدرة قفر السواحل الليبي قد أصبح يؤتي ثماره فعليا. ليبيا بعد أمل التغيير والتحول، ها هي اليوم بعد أن ساط الانقلابيون على حل أبنائها في العيش بكرامة فوق أرضهم، ها هي تبحث عن مخرج لأزماتها التي شملت كل مناحي الحياة تتلمس طريقها في ظل تدخلات أجنبية ترى أن الحل لابد إلا أن يكون إلا من خلالها. المزيد فلنتابع. يظل الوضع السياسي المتأزم هو السمة العامة التي تعيشها ليبيا بعد سنوات من ثورة فبراير، وضع تجلت تأثيراته على كل مناحي الحياة واستغله كل الطامعين وأصحاب مشاريع السلطة والمال، والضحية دوما تنحصر في أبناء هذا الشعب الذي تأمل خيرا في ثورته. ولأجل حل هذه الأزمة السياسية التي يراها مراقبون كانت وفق خطة محكمة للقضاء على أي طموح لدى الليبيين لامتلاك زمام أمرهم وتقرير مصيرهم والاستفادة من خيرات لبلادهم، لأجل حل هذه الأزمة المفتعلة كانت هناك كثير من مبادرات أشهرها اتفاق صخرات الذي ومن عام ونصف وهو يثبت فشله، بل ويراه كثيرون سببا رئيسيا للتأزيم الذي تعيشه ليبيا اليوم. ولطالما سمعنا عن محاولات لفتح الاتفاق لإدخال تعديلات تضمن مطالب مجلس طبرق أو تحقيق مزيد من مزايا للطرف دون آخر، ويبقى كل ذلك محكوما برغبة الدول التي صنعت هذا الاتفاق، فيشهد عليه ارتفاع العملة الأجنبية لتطحن الحياة اليومية للمواطن الذي نفد صبره من السياسة والسياسيين. على الجانب الآخر كانت هناك مبادرات من قوى الثورة لعلها تلقى الدعم الذي يجعلها قابلة للتنفيذ، ومن أهم هذه المبادرات المبادرة الوطنية للحل السياسي والتي ارتكزت أبرز نقاطها على حل كل الأجسام السياسية الموجودة وإحلال بديل لها، جسم جديد يشرف على مرحلة انتقالية جديدة. مجلس البحوث التابع لدار الإفتاء أبدى تأييده لهذه الوثيقة بعد أن رآها أقرب المبادرات وأكثرها واقعية وحيادية، بينما لم يعلق على هذه الاتفاقات أي من الأجسام السياسية المتصارعة على الساحة. من جهة أخرى يرى محللون سياسيون أن أي مبادرة لا تجد دعما دوليا أو إقليميا فإن تطبيقها يبقى في خانة الصعب إن لم يكن المستحيل، وهو ما يعيد النقاش للنقطة الأولى، وهو متى يستعيد الليبيون قدرتهم على تشكيل رأيهم الخاص بهم وإيجاد حل لمشكلتهم
بعيدا عن التدخلات الخارجية، أم أن روح الثورة وجذوتها التي ألهبت القلوب عام 2011 فقدت ليحل محلها ركون وخضوع لكل ما يأتي من الخارج؟ قال رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا إنه يتعين معالجة الظاهرة العالمية للهجرة وفق مسؤولية دولية مشتركة. وأضاف ماتاريلا في بيان بمناسبة اليوم العالمي للاجئين أنه ينبغي توجيب الاهتمام والتفكير قبل كل شيء نحو الكثيرين الذين يصلون كل يوم إلى شواطئ إيطاليا على حد قوله. وطالب الرئيس الإيطالي دول الاتحاد الأوروبي بالالتزام القوي والعمل المتواصل للقضاء على الأسباب الجذرية التي ترغم الكثير من الناس على الرحيل، داعيا المجتمع الدولي إلى وضع خيارات تتجاوز المساعدات بما فيها محاربة أسباب الصراعات والنزوح. أعلنت المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين سيسيل بويلي عن 3 حوادث جديدة لقوارب المهاجرين التي تعبر البحر المتوسط عبر السواحل الليبية في رحلاتها الخطرة إلى الشاطئ الأوروبي. وقالت بويلي في مؤتمر صحفي الثلاثاء إن أكبر الحوادث كانت لزورق مطاطي غادر ليبيا في 15 من يونيو، ثم انقلب القارب بعد ساعات من مغادرته. واستنادا على تصريحات الناجين وحرس السواحل الإيطالي فأن القارب كان يحمل ما لا يقل عن 133 شخصا، فقد منهم 129 شخصا. وأضافت بويلي إلى أن مياه المتوسط تشهد باستمرار حوادث لقوارب المهاجرين غير الشرعيين المتجهة إلى الشاطئ الأوروبي. قالت منظمة الهجرة الدولية إن ما يقرب عن من 130 مهاجرا غير الشرعي غرقوا قبالة السواحل الليبية عقب انقلاب قارب في البحر المتوسط. وقال الناطق باسم منظمة الهجرة الدولية فلافيو دي جيكوما إن ناجين من الحادث نقلوا إلى جزيرة صقلية على متن سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي، بينهم سودانيين ونيجيريين. في ذات السياق بيّنت المنظمة الدولية أن قرابة 1900 مهاجر ماتوا غرقا في عرض المتوسط منذ بداية العام. فاصل قصير تتابعون بعده. بمدينة درنط وتواصل فعاليات دور المدينة القديمة الرمضاني. بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور، فيك العطايا والأجور، يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور، فيك العطايا والأجور، يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. أهلا بكم من جديد. قررت هيئة محكمة استئناف طرابلس الدائرة الجنائية 12 برئاسة المستشار نجيب الجلاي
الثلاثاء تأجيل الجلسة الأولى في القضية رقم 1365/2015 ضد المتهم البغدادي المحمودي، وتم تأجيل الجلسة إلى غاية 11 يوليو من الشهر القادم، وذلك لعدم حضور الدفاع وطلب إعلان الشهود. ويواجه المتهم البغدادي الذي شغل منصب ما يسمى أمين اللجنة الشعبية العامة في هذه القضية تهمة حجب حرية مواطن بالقوة والتهديد. مثل المتهم السعد القذافي صباح الثلاثاء داخل محكمة استئناف طرابلس الدائرة الجنائية الثانية بشأن النظر في قضيته المرفوعة ضده بتهمة قتل الرياضي بشير الرياني، وترأس جلسة المحكمة المستشار رمضان بلوط. وبعد التداول وسماع شهادة الشهود قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 11 من شهر يوليو القادم. وجاء إجراء التأجيل بناء على مطالبة دفاع المتهم بذلك، وذلك لإعلان باقي شهود النفي تنفيذ قرار المحكمة باستدعاء رئيس مركز باب البحر ورئيس قسم التحقيق بالمركز لسماع شهادتهم بالخصوص. اختتمت بمدينة درنا المسابقة القرآنية، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، والتي يشرف عليها مكتب الأوقاف وبرعاية مجلس شورى مجاهدي درنا. وأقيمت على هامش المسابقة احتفالات عقب صلاة التراويح بمسجد الصحابة بحضور من قبل الأهالي، وكرم خلال الاحتفالية عدد من المشايخ وخريجي دورة الخطابة، كما كرم جميع المشاركين في المسابقة القرآنية في جميع الجوانب، فيما تحصل الفائزون بالتراتيب الأولى على جوائز نقدية وهدايا قيمة من بينها سيارة للترتيب الأول. طبعا أقيمت هذه المسابقة من يوم 16 رمضان، وأقيمت في مسجد الصحابة تحت رعاية مجلس شورى مجاهدي درنا وضواحيها. واستقبلنا في هذه المسابقة أكثر من 70 أو 75 متشارك في المسابقة، وانتهت المسابقة بحمد الله بدأت بخير وانتهت بخير والحمد لله رب العالمين. كانت المشاركة في هذه المسابقة ممتازة جدا، كانت مستويات المشاركين عالية ورائعة جدا. اختتمت المسابقة هذا اليوم بتوزيع جوائز قيمة على المتسابقين. نسأل الله عز وجل أن تتكرر هذه المشاركات التي فيها الالتقاء بمستوى طلب المدينة درنا. نسأل الله عز وجل أن يعم الأمن والأمان ربوع درنا وربوع ليبيا بأكملها. وكانت مسابقة قوية فعلا، وأما عن شأن هذه الحفلة ما شاء الله. يعد دوري المدينة القديمة من أقدم الدوريات الرياضية في مدينة درنا، والذي انطلقت نسخته الأولى عام 1990، ويحافظ أهالي المدينة على إقامته كل عام من شهر رمضان المبارك، ويشهد حضورا لافتا من قبل الأهالي. مراسل التناصح في درنا رصد لنا أجواء دوري المدينة القديمة الرمضاني من هناك. ونيش أقامت جمعية درنا الخيرية المائدة الرمضانية الثالثة للعمالة الوافدة من العاملين بشركة الخدمات العامة والذين لم يتقاضون مستحقاتهم المالية منذ عدة أشهر. وأقيمت المائدة بباحة مسجد أبي بكر الصديق، أسهم فيها عدد من المواطنين، وتهدف المائدة بحسب القائمين عليها إلى تقديم يد العون لهذه الشريحة التي لا تزال تقدم خدماتها في المدينة، وتأكيدا على أواصر العمل الإنساني والخيري خلال شهر رمضان. كما وجهت الجمعية نداءها لمختلف الجهات والمواطنين الراغبين في المساهمة في الموائد القادمة إلى مد يد العون. نظمت مفوضية الكشاف والمرشدات بمدينة درنا احتفالية بالمسرح الوطني بمناسبة انتهاء النشاط الثقافي والرياضي والذي بدأ مع حلول شهر رمضان المبارك. وكرمت المفوضية خلال الاحتفالية عدد من قادة الكشاف
والمشاركين في الأنشطة المتنوعة، كما عرضت خلال الاحتفالية مجموعة من الفقرات الفنية والإنشادية. أكد مراقب الخدمات المالية بمنطقة الجبل الأخضر جبريل قطيش صرف مرتبات الشهري مايو ويونيو للموظفين في الجهات العامة التي تتقاضى مرتباتها من الموازنة العامة للدولة. وأوضح قطيش في تصريح له الأربعاء أن المراقبة سلمت القطاعات الحكومية العاملة بالمدينة صكوك مرتبات الموظفين التي أحيلت إلى حساباتهم بالمصارف التجارية، مشيرا إلى أن العمل أنجز خلال فترة وجيزة بمساعدة وزارة المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة. عقد عميد بلدية السرت مختار المعداني اجتماعا مع مدير إدارة الشركة العامة لخدمات النظافة سرت بشير الأحرش لمناقشة المشاكل أو العراقيل التي تواجه الشركة. وشدد المعداني على ضرورة الاهتمام بمحلات النظافة داخل مدينة سرت والاهتمام بالحدائق العامة في المدينة. يذكر أن البلدية السرت كانت قد أطلقت أوائل يونيو الجاري حملة نظافة واسعة تحت شعار تعاونوا لأجل مدينتكم الغالية سرت. وافق المجلس البلدي زليتن على توفير محركات لمضخات غاطسة لستة أبار مياه بالبلدية بمبلغ يقدر ب 39,000 دينار. البلدية نشرت عبر صفحتها الرسمية فيسبوك أن هذه الأعمال تأتي في إطار دعم المجلس لمكتب شركة المياه والصرف الصحي زليتن من أجل استمرارية الإمداد المائي لشبكة المياه بالبلدية. هذا وكان المجلس البلدي زليتن قد قدم سابقا بتوفير وصيانة مضخات للمياه والصرف الصحي بقيمة تجاوزت 200,000 دينار. يعتزم منتدى شواطئ مدينة الخمسة الثقافي إقامة معرض المرأة والطفل للكتاب، وذلك على أرضية منتزه مرح العائلي في المدينة ثالث أيام عيد الفطر. ويعقد المعرض في إطار حملة القراءة غذاء الروح، وتشارك في فعاليات المعرض مكتبة طرابلس العالمية العالمية ودار الفرجان للكتب، وتقدم خلالها كتبا للأسرة والمرأة وللغات الأجنبية إضافة لقصص ومجلات الأطفال. اختتمت ببلدية تاكويت بجبر نفوسة المسابقة الرمضانية لحفظ القرآن الكريم وتجويده، وذلك بمركز أبو زكريا التكويتي. وحضر هذا الحفل مكتب أوقاف نالوت وتاكويت وعديد من الأئمة وخطباء المساجد وأهالي الطلبة، إلى جانب جمع غفير من أهالي البلدية إضافة إلى أعضاء المجلس البلدي نالوت. وألقيت خلال الاحتفالية العديد من الكلمات حث فيها الجميع الطلبة على بذل المزيد من تعليم وتعلم القرآن وأحكامه. والله الطلبة الحمد لله يعني، والحمد لله بفضل المشايخ والأساتذة الذين يعني يدرسوا كتاب الله في هذه المنطقة المستويات الحمد لله، وخصوص في السنوات الأخيرة بدأ يعني ثمار هذا المركز واضحة عند حتى المجتمع وعند الأهالي. ولدينا عدد 2 طلبة في السنة الماضية أنعم الله عليهم وختموا كتاب الله، وقمنا لهم احتفالية وتكريم. يعني وهذه السنة عندنا 9 طلبة من طلبة المراكز تم توزيعهم على مساجد المنطقة يأمون المصلين في هذا المسجد. وكذلك لدينا مسابقات سنوية، يعني اشتركوا طلبة المركز في المسابقات على مستوى المنطقة، وكذلك حتى على مستوى منطقة جبل النفوسة،
اشتركوا حتى في المسابقات في مدينة طرابلس السنوات الماضية. يحاول قطاع النفط في ليبيا الوصول إلى معدلات إنتاج قياسية تزامنت مع تخمة المعروض وهبوط الأسعار بشكل ملفت في وقت لا يلمس فيه المواطن تحسنا في مستوى المعيشة التي تدنت على نحو مثير للقلق. تراجعت أسعار النفط بشكل ملفت خلال الثلاث أسابيع الأولى من هذا الشهر، حيث انحدرت الأسعار بنسبة 16% نتيجة الارتفاع المعروض من النفط الخام ومشتقاته في السوق العالمية، مع ازدياد الإنتاج في الولايات المتحدة وليبيا ودول قليلة أخرى. خلال الأسبوع الماضي توصلت شركة فينترشال الألمانية للنفط إلى اتفاق مؤقت لتسوية نزاع مع المؤسسة الوطنية للنفط لاستئناف الإنتاج في حقلين من المحتمل أن يسهم في زيادة الإنتاج بمقدار 600 ألف برميل يوميا. وبالفعل ارتفع الإنتاج اليومي للبلاد مبدئيا بمقدار 50 ألف برميل. كانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت في شهر مايو الماضي عن خطة تطوير من ثلاث مراحل لرفع الإنتاج الليبي إلى 1.32 مليون برميل يوميا بنهاية العام 2017، وإلى 1.5 مليون برميل يوميا بنهاية 2018، وإلى 2.2 مليون برميل يوميا بحلول العام 2023. من جهتها قالت نيويورك تايمز أن هذا النوع من النمو سيتطلب خبرات شركات النفط الغربية التي تبحث عن الاستثمار في ليبيا في السنوات الأخيرة بسبب عدم الاستقرار والأخطار التي يواجهها عمالها، مضيفة أن عددا قليلا من المسؤولين التنفيذيين للنفط خارج ليبيا متفائلون بأن تلك الأهداف قد يتم التوصل إليها. ورغم جهود إدارة قطاع النفط من أجل الوصول إلى معدلات إنتاج قياسية، فمن المتوقع أن تتآكل إيرادات الدولة الليبية من الصادرات النفطية بفضل هبوط الأسعار الناتج عن تخمة الأسواق العالمية، بحيث لا يلمس المواطن أي تغيير في مستوى المعيشة الذي ناله التدهور بفعل سياسات مالية ونقدية متضاربة بين مؤسسات الدولة المنقسمة على نفسها، التي جعلت آلاف الليبيين يمضون أياما بلياليها من أجل سحب القليل من المال من حساباتهم المصرفية التي أصبحت رهينة المشهد الليبي الزائد تعقيدا يوما بعد آخر. أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز فجر الأربعاء أمرا ملكيا يقضي بإعفاء الأمير محمد بن نايف من منصبه وليا للعهد، وتعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وليا للعهد في السعودية، وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرا للدفاع. وإعفاء الأمير نايف بن عبد العزيز من مهامه وليا للعهد، كما وتضمن الأمر الملكي تعديل المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم ليكون الحكم للأبناء وأبناء آل سعود. نقل موقع NRG الصهيوني عن وزير الاتصالات الصهيوني أيوب جارا المقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن الأخير يدرس القيام بتنازلات يقدمها الفلسطينيين بهدف تطوير العلاقات مع دول عربية ومع السعودية ودول خليجية بشكل خاص. وحسب الوزير الصهيوني فإن بعض الدول العربية وخاصة السعودية وبعض الدول الخليجية بدأت التعاون بهدوء مع الكيان الصهيوني، خاصة في كل ما يتصل بالشؤون الأمنية المرتبطة بقضاياهم المشتركة وفق قوله. وأضاف الموقع أن الوزير كشف ذلك لموقع بلومبيرغ الأمريكي، موضحا أن هناك احتمالا كبيرا بأن تكون للكيان الصهيوني علاقات مع التحالف السعودي وفق قوله. اعترف رئيس أركان جيش الاحتلال الصهيوني جادي إيزنكونت بوجود تعاون استراتيجي سري مع عدد من الدول العربية لتحسين مكانة الصهاينة الاستراتيجية وضمان استقرارها. وقال إيزنكونت في مؤتمر هستيرليا للمناعة القومية الصهيونية إنهم في الكيان الصهيوني التقوا ببعض الدول العربية في الحد من توسيع إيران وضمان الواقع الأمني على الجبهة الشمالية مع سوريا.
أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر الأربعاء قراراً بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية تيران والصنافير، ما يفتح الباب أمام تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عليها وبالتالي تسليم الجزيرتين إلى السعودية. القرار يأتي بعد ساعات من تصريحات للسيسي أكد فيها ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها، في إشارة إلى الاتفاقية التي تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير، والتي أثارت احتجاجات واسعة في مصر نظمتها أحزاب وحركات سياسية وشبابية، والتي أعلنت عن إجراءات تصعيدية في حال إقدام الحكومة على التنازل عن الجزر، معتبرة الاتفاقية خيانة وطنية تستجوب إسقاط النظام. والآن مع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي ليوم الأربعاء. والآن إلى جولة قصيرة في أحوال الطقس. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها. مفتي الديار الليبية الشيخ الصادق الغرياني يؤكد جواز إخراج قيمة زكاة الفطر بالنقود. قتلى وجرحى لميليشياتهم يعرفوا بالكرامة في اشتباكات بمحور وسط البلاد ببنغازي. الحكومة الجزائرية تتعهد بمواصلة العمل الدبلوماسي في ليبيا وتؤكد على رفضها للتدخل العسكري. كما تابعتم أيضا بمدينة درنا تواصل فعاليات دور المدينة القديمة الرمضاني. ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.